ابدا. يلا وحش يلا. غرش الدير، غرش الدير ودور انت الداخل، دور ويا الداخل. داخل. ما بطلع غطس يديك عادي، غطسها يدك الداخل هما. جات الداخل راه. يلا يلا. مش أي حاجة 25 بس أعطيني. يلا 25. دور باه يا محمد، دور باه. دور باه يا محمد 25 نبو بس. نبو فئة ال 25. بسرعة يلا محمد 28 27 25 هيا هون هيا يلا نبو فئة ال 25 هيا ايوه هارون لقيتهم كلهم محمد ما يبانش راه وين محمد؟ وين محمد؟ ايوه محمد 7 6 5 4 3 2 1 وقف 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 حطهم في الصينية نبوا فئة ال 25 بس ما يا غالي هذا مش 25 يا 10 لا لا نزبطهم انا 10 نرجعوهم معناها نرجعوهم باش نخلوا فئه ال 25 بس ما انا من ايش ما ادري اللي قد هو فئه ال 25 غادي لا لا ما فيش ولا واحده 25 10 و 5 ما فيش 25 صح معناها محمد طلع واحدة هارون قصدي اثنين ثلاثة ثلاثة من فئة الخمسة وعشرين باهي وبالنسبة لي محمد ما طلعش ولا واحدة من فئة الخمسة وعشرين كلها عشرات وخمسات معناها يطلع منصور ومن تاني وعبد المهيمن واخيرا عبد المهيمن بيلعب واخيرا عبد المهيمن بيلعب زيد غمر ايديك زيد جيم ايديك مسروق جيم ايديك غادي يا بجيه تنا مهيمن جيم ايديك غمر ايديك يا منصور اسمع مهيمن ويا مهيمن نبو فئة ودوب بالله ال 25 كلها من جهه المنغادي فئة الربع كلها من غادي عنده صلاحيه انه يمشي بايده غادي ويجبد زي ما يعني الحوض كله تحت امره احنا ما قلنا لا شراو جهتك بس احنا قلنا في الحوض في فئه ال 25 طلعوا لنا منها نبوا فئه نبوا فئه العشره ابدا منصور عندك الحوض كله الحوض كله تقدر تتحكم فيه الحوض كله يا منصور عادي حتى انت الحوض كله يا مهيمن مش جهتك بس مش جهتك بس يلا 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 فئة العشرة منصور جهتك في الشات برا حتى جهة ثانية عادي برا حتى جهة ثانية يا منصور ثلاثة عشرة ثمانية خمسة أربعة ثلاثة اثنين واحد خلاص خلاص حط لي فيدك حط لي فيدك حط لي فيدك نشوفوا او نكس امسح مهيمن امسح على راحتك وياه لا شويه مهيمن نشوفوا مهيمن قداش جمع هذه واحده وهذه اثنين ثلاثه اربعه اربعه من فئه العشره نشوفوا منصور قداش جمع واحدة عشرة اثنين ثلاثة عشرة
عشرة عشرة ثلاثة أربعة أي عشرة هذه صح عشرة أربعة أربعة جمعوا لا لا واللي في الحوض ثلاثة يا استاذ إيه لا هم أربعة أربعة وثلاثة سبعة ها اللي حطيتهم في الحوض لا اللي حطيتهم هم أربعة ما بالنسبة لمنصور أربعة فئة العشرة لكن حطيت أنت في الحوض وهذوك مش فئة عشرة عمار 25 وخمسة اللي حطيتهم في الحوض حسبتها أربعة وش نسمعها مهي منجمع أربعة يعني متعادلين في فئة العشرة لكن بالنسبة لفئة الخمسة وعشرين عائلة أبو ضاوية هي اللي جمعت يعني اللعبة هذه عائلة أبو ضاوية هي اللي ربحت يولي مجموع نقاطكم يولي مجموع نقاط عائلة أبو ضاوية بالفوز هداي خلنا نقولوا نقاطكم أنتم 212 وبالنسبة لعائلة أبو ضاوية يولي 217 سبحان الله رومونتادا رومونتادا غريبة يعني بصراحة أنا ما توقعتش لحد يا ربي ما توقعتش بجديات إن عائلة أبو ضاوية يجيبوها الحمد لله هذه الرومونتادا اللي نقولوا عليها للأسف الشديد عائلة المعلول الله غالب الله غالب نورين نورين صحيح قاتلوا الحق يا ربي قاتلوا كانوا يستاهلوا لا كانوا يستاهلوا لا حتى انت كنت في موعد بصراحه لا سيلا الحق ما شاء الله لهم حق لا سيلا انت زين بارك الله فيكم بارك الله فيكم شكرا عائلة المعلول للاسف الشديد اخر لعبه عندنا طبعا اللي يترشح للدور النهائي هم عائلة أبو ضاوية شكرا لك حبيبنا منصور الله يرضى عليك